أراضي جديدة يطفو ملفها أمام الرأي العام بعد أن أبلغت دائرة الآثار أصحاب المنازل فيها بأنها ستزيل منازلهم، وذلك لأن هذه الأرض تابعة لدائرة الآثار، رغم أن المواطنين يمتلكون أوراقا يقولون أنها استلموها من الجمعية وأن هذه الأرض باسم جمعية الحدباء. يا أبو شنو هذه؟ قال هذه مو مال الجمعية، هذه مالتنا مال الآثار. يا أبو شنو احنا اشترينا من الجمعية وما اشترينا وهم. قال لي اشتريت وهم. والله أخوي صار لنا 3 سنين من بداية التحرير، القطعة توزعت وانباعت، سحبوا له كهرب وماي وموافقات الآثار، موافقات البلدية، موافقة القائمة المقامية، موافقة طابو سنة 25 بيها. زين شلون هاي القطعة تقطعت؟ موافقة 18 دائرة حكومية، شلون جابوا الموافقات؟ هذه الجمعية كانت تمتلك أرضا في هذه المنطقة، وقامت بالتجاوز على أرض أخرى مجاورة لها وزورت لها عدة سندات وقامت ببيعها للمواطنين، ووصل التجاوز إلى مساحة تقدر 15,000 متر مربع بيعت بأسعار باهظة. لكن الآثار اكتشفت الأمر بعد أن حصلت على أوليات الأرض وبينت حدودها. بعد ما بنينا ونمدت الشوارع ونمد الكهرباء والميجت، نتفاجأ بأنه بيوتنا تجاوز. زين إذا تجاوز ليش ما طلعوا وقالوا هذا الشيء تجاوز قبل ما العالم تتورط وتشتري الأراضي وتبني بيوتها؟ مواطنون قالوا بأن قائم مقام الموصل هو من ورطهم بشراء الأراضي في هذه المقاطعة بعد أن سمعوا منه بأن هذه الأراضي أوراقها رسمية ولا يوجد أي تجاوز فيها. قائم مقام طلع بالتلفزيون قال تقريبا هاي المقاطعة الوحيدة اللي أصولية. ناس كثيرة سمعت كلام قائم مقام انه أصولية جت اشترت. لم تشهد المدينة توسعة عمرانية منذ 20 عاما، وهذا ما جعل سكانها يشترون الأراضي الزراعية ويبنون فيها، وفتح هذا الأمر المجال للجمعيات باستغلال ملف الأراضي. العديد من الأراضي منها مساحات خضراء وغيرها تابعة لدوائر حكومية استغلتها الجمعيات وقطعتها وباعتها للمواطنين الذين باتوا ضحية التلاعب والتزوير. كل هذا قد حدث في ظل غياب الدور الرقابي للحكومة المحلية. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.